الفاتيكان يبدأ رسمياً تحقيقاً قضائياً في تلاعب مالي بالإنفاق على مسكن فاخر لرئيس وزراء البابا السابق تارتيزيو بيرتوني. وفي إطار هذا التحقيق وضع الجهاز القضائي في الفاتيكان رئيس أكبر مستشفى كاثوليكي للأطفال إضافة إلى أمين خزانته السابقين قيد التحري بتهمة الاختلاس واستخدام أموال بغير وجه حق. ويستبق فتح هذا التحقيق الذي يطال لأول مرة أحد أكبر شخصيات الفاتيكان كشفا صحفيا في مجلة إسبريسو الأسبوعية فيما يعرف بتسريبات فاتيليكس 2 من داخل الفاتيكان وقضية مسكن بيرتوني، حيث كشفت مستندات تم تسريبها عن قيام رئيس مستشفى بامبينو جيزو أو الطفل يسوع جيوزيبي بروفيتي وأمين الخزانة السابق ماسيمو سبينا بإنفاق 400 ألف يورو من أموال المستشفى على أعمال ترميم المسكن الفسيح لرئيس وزراء البابا القوي السابق القائم في أعلى إحدى البنايات الراقية بقلب العاصمة الإيطالية روما.